بنصور لكم بدبي. اليوم في كتير اشياء رح نعملها، رح ناخدكم معنا نفرجيكم المحل يلي رح نبقى فيهم بدبي وتشوفوا كل الفيديوهات منه. يعني متحمسين كتير لهالمحل ورح يكون كتير حلو. اكيد 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 100% يذكركم ليش حلو. اسمعوا يا حظ تالي من هالمحل، اوكي؟ كتير حلو على فكرة. بس ليش؟ ليش؟ أيوة. لانه في بحر. يا جماعة اليوم الأحلى من كل شيء إنه نحن رايحين نسبح بالبحر بعد 3 سنين نحن ما شايفين وشه للبحر، منشوفه بس ما منقرب منه. اليوم قررنا إنه نأخذكم معنا نفرجيكم المحل يلي رايحين عليه على سوندر دبي. كتير مبسوطين إنه رح نقضي الفترة كلها يلي نحن بدبي هون. ليش ما عم تحكي؟ انا عم فكر، عم بتذكر هالبحر كان بيغرق ولا لا؟ ما بعرف. انا ليش بضل ورا قاعد ساكت قاعد عم اتفرج عليك؟ فيك تحكي، تفضل تفضل. شو بدك؟ على فكره جوجي شايفين محشوك حرام بالشنطه جنبه، يعني فلا هيك كابس على نفس. في 5 شناتي. يا جماعه المهم اليوم رايحين نفرجيكم وين بدنا نعيش بدبي بهي الفتره المؤقته اللي نحن فيها هون، وكمان رح نفرجيكم البيت اللي رح نعيش فيه لانه على توقعاتنا انه رائع. بالصور بجنن، عرفتوا؟ فانا عم اقول يا حظ ام اللون منه لهيك. اذا يا حظ معناها ممتاز. وكمان رح اخذكم على البحر فرجيكم كثير قصص. قبل ما نبلش الفيديو اذا انتم جداد على القناة ما تنسوا لايك شير وسبسكرايب. نبلش. ابو الزوز يلا معلش بابا تحملنا يلا بس شوي. لكو على فكره قربنا نوصل، دقيقه يطلع الضوء. قربنا نوصل، هو هون على اليسار. حاسس هالمنطقه معقول في غلط بالطريق لونا. اي هذا هو هذا. لو اي حتى الماب بده يكذبه، حتى الماب بده يكذبه. اوكي كثير حلوه على فكره. كثير مهم انه جنبك في ماكدونالد. هلا بتصير اجي كل يوم تمشي لهون. اوكي هلا حاليا نحن وين؟ ما بعرف. بالجي بي ار. اوكي بالجي بي ار. نحن بالجي بي ار. على فكره كل حدا عم يشوف هذا الفيديو رح يعرف محلنا. كل حدا يعني بيعرف بدبي رح يعرف وين نحن نازلين بهي الفترة. بس عن جد حابين تكونوا معنا بهي الفترة. يعني واو في ستاربكس كمان مو بس ماكدونالد. يعني هون ممكن انت تقضي وقتك كلياته هون بالمنطقة. اكيد بس انه اليوم ناوي اقضي يعني بالبحر. عبالي ابقى حدك حبك اللي بغني حبك بعشق عيونك مغروفك يلي ما سمع الغنية اسا تحت بصندوق الوصف. ايوه كيف بدي ينزل جوجي؟ مباري بابا بتضل بالسيارة؟ يلا باي ماما. باي حبيبي يلا. لك شي بي حرام شو؟ بالأذن طيرات شكله كتير. المحل كتير حلو يعني. يعني والله حظك ولا شي إنه دبي بتشيل تسكر. حظك حلو. اطفال ممنوع يستخدموا الاسانسيرات. اوكي ممنوع. جي راي كل شوي بيطلعنا على طابق شكل. هون الحلو انه فيني صور لكم حتى بالاسانسير لانه في اضاءه قويه. اوكي هلا وصلنا. اول شيء نشوف الرياكشن تبع جوج. يلا اوكي. هلو. اوكي هلا بنعمل لكم جولة دقيقة. انا بدك يعني ارجع اطلع. لا ارجع اطلع ارجع دق الباب علينا عشان نفتح لك ماما لك جولة وحركات وهيك. طيب يلا. اهلا وسهلا. يوكي يا جماعة هون احلى مكان فعليا نحن بنقضي فيه شكلنا وقتنا بدبي. ما راح اورجيكم، راح اضل العكس. واو شو هالمطبخ هون. ليكو نحن وانتم راح نشوف كل شيء. دقيقة يا جماعة مثل العادة تالين راح تحرشني وتعمل لنا اكلات بالاحلام. هذا المقطع شيله بالمون. اوكي يا جماعة اول شيء راح نبلش بالغرفة القعدة. ما بتجي غرفة القعدة طبعاً نحن وانتو عم نشوف بنفس الوقت. بدي اقول والله عنجد. طيب اول شيء بس كمان في شغلة محطوطة Oh my god. A very warm welcome to Sonder JBR. We are delighted to have you. Enjoy the comfortable stay. أكيد جماعة المهم حاطينا مسج كتير حلو رح أفرجيكم إياها. أوكي شكرا سوندر. أنا بس بدي أقول شغلة قبل ما تعلين تكمل إنه هي فازت بالشرط على فكرة. يعني أو قلت لها يا حظك من هالبيت. أنت بس قول يا حظك. واو. وشوف شو بصير بالحياة كلها يعني. أوكي. أكيد لنفتح وأخيرا الهدية. يلا. بابا تعال نفتح الهدية. يلا ما في بس تجي بتكون فتحت الهدية. شو أجل
واو باي بس يقول بالدواء انت شي اكله وما بعرف بيجي الاكل سبحانك يا الله جوجي اللي كيف جوجي كثير بيحبوا لنا هذول اوكي اول شيء راح اقول ثانك يو لساوندر على هالبدايه اصلا الرائعه عن جد خلونا نكمل ليتس جو اوكي يلا كثير طيبه اوكي هون المطبخ نرجع بنفكر 3 2 1 اوبا اي انا تفاجأت هون المطبخ تخيل انه هون المطبخ ما راح نستعمله غير لنشرب مي ونشرب بشرفك بشرفك لا يا ماني جاي على دبي لعمل محشي مره في شيء في البراد لا البراد عنا يا جماعة فاضي يعني ورح يبقى فاضي لا ما بيبقى فاضي بنجيب شوكولا شاورما فاضي اندومي اوكي هلا رح نكمل جولتنا نفرجيكم هيك المطبخ كمان هون في حتى عم بعمل جولة بالبيت بس يا جماعة بس حابة انا نفرجيكم شو في اشياء هون يعني في عنا هون باسع علاقة مايكروويف بازي سبب وجود هاي انه اذا لؤي زعجني بمسكه واعراضه اه عراسه عراسه شو بتستعبطك قلبها في توستر اه بابا انت ما فيك بلد توست الصبح ما بعرف حسيت مو لي في اصبع بعدين لا مش انا بحب هيك حياتي ما جربتها بحط التوستر وبنزلها ايوه بابا بس انتبه اوكي هون في بعد ما نكسر نفس شفتوا يعني حاطين خطوات بالضبط نكسر على راس لؤي بعدين بنستعفى بالاسعاف الاولية هون في اشياء ومحتويات نحن ما رح نستخدمها ابدا بس انه يعني والله 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 مزوقين ليك اذا اجوا عندنا ضيوف بس اكثر شيء رح نستعمل او ماما وبابا رح يستعملوه هو هي هي شو القهوة؟ ايه اسمع اسمع شوي او هدول بس يجوا ضيوف اوكي اكل جاهز بنعبيه بالطنجرة ونطبخ على النار اوكي بس ما تقولوا لحدا ليتس جو كمان اكتشفت هون انه في جلاية كمان يعني بنستخدمها للكاس هلا شفنا شيء اكثر يا جماعة شوفوا شو شوفوا انتوا الاطلالة من هون الاطلالة هنيك تعال شوفوا الاطلالة هنيك واو شفتي اطلالتنا على شو؟ واو بلكي وقعت ما وقعت انا بدي وقعك والله العظيم قلنا تقريبا اكثر من 3 سنين مو سبحانين بالبحر هلا انا كثير ما بحب البحر بس انه اليوم رح نسبح بالبحر متخيلين اوكي هلا جابوا لنا الشناتي ليكو طبعا الشناتينا قديشهم كثار هدول كلهم لازم يتفضوا ويتزبطوا هيك هلا ليتكو على الباقي المكان هلا كل شيء حكينا هو بس هون يعني على فكره ايه استنى شفتوا شيء شفنا شيء نحن كمان يلا 3 2 1 ليتس جو طبعا ليكو نحن وانتو عم نكتشف سوا اوكي نحن ما شايفين ولا شيء انا بس شفته طيب بس دقيقه نحن بس نوقف هون ليكو في غرفه هون غرفه شو بنوقف كل واحد بيقول هي شو غرفه وبنشوف اذا صح ولا لا اوكي انا بقول هي غرفه نوم هات حمام قعد ما شفتها يا غشاش اوكي هلا عن جد رح نعمل يعني جوله سريعه وبعدين طب كل واحد بينقي الغرفه اللي بده اياها اذا مثلا وحده تعال هون عم بتشوف الغرف والله عم سكر لا ماما انت سكر تعو بلش بلؤي هون شوفي حمام انا بتاكد حسب خيالي صغيري اذا ما شفته 3 2 1 انا شعر واو حمام اوكي هي اول حمام هاي بلا اضاءه هي اول حمام يا جماعه اوكي بعد ما خلصنا من هي هلا رح نفوت لهون يلا انا ما الي غرفتي فوت لشوف هلا تطلع اكبر وحده هون هلا بيطلع حمام وات واو 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 ليكو الإطلالة عن جوج اوه والله اخذت احلى اطلالة انت اي والله اي والله يلا انسي اوكي ليكو هون هيك غرفة جوج تمام هيك رح تكون بس ما في داعي تكسرها رجع محلها هيدا تاخد جوج رح يكون طبعا كله حكي مبدئي استاذ جوجي اوكي لا لا والله لا والله هون الخزن تبع جوج كمان رح تكون هلا رح نفضي كل واو هلا انت بتفضي كل اغراضك هون حتى على فكره حمام جوج بس تفرجيكم اياه كثير واو اوكي هون حمام جوج خلصنا منه هلا ليتكو على غرفتنا فرجيكم اكثر شيء بحب بس نجي على دبي بس اعمل لكم جولات وين رح نبقى وين رح نستقر هلا هالفتره في غرفه عملاقه لؤي بابا لؤي شكله عم يعمل فينا ضرب لؤي تمام فخلينا 3 2 1 شو ها؟ هي غرفة صغيرة هي غرفة صغيرة هون يا جماعة لا هي بس بدي احبسك بحبسك بتحبسي بابا مياو كمان وينك؟ ارجع اعمل مياو ثانية ليش حاسس هون؟ طيب انا حاسس شو هون لك شو هون؟ قط ما بيساع هون خوفت عن جد والله خوفتني يو هلا ابتعد الغزالة ماشي مستقرية انا كان بدي تفتحوا يا ما اخترع بالغزالة
شو الوضع جوا شو الوضع. ليتس جو. اوكي انا اقو بابا نادي بدك هاي الغرفة ولا هاي الغرفة؟ انا اكيد اكيد رح نقي هاي الغرفة. هاي لا هاي اوكي انت بتنام هون انا بنام هون. لا بقى خلص نقيت. واو حلوة بس كثير حلوة عن جد؟ واو واو والاطلالة هون انا بدي نام وافتح البرادي في الصبح هيك لو اي غرفتك هنيك عن جد عم بحكي؟ تفضل معي دقيقة انا بفوت قبلكم هنيك انا بفوت قبلكم انا غمضوا لي عيوني يلا فاجئوني في شيء بدكم شيء؟ ايه بدنا نفوت بدي ادخل اتفرج ترام واو ترام واو اثنين واو كثير كبير علينا كثير. اوكي هون يا جماعه اصبر احنا بغرفتي انت بدك تنام. على فكره هو البانيو اللي عنا. يا انا حاسه عن جد اخواتناكم نحن عم نفرجيكم بس عن جد حبينا نفرجيكم اول ما شفنا البيت يعني. انتوا ما بتقضوا بالبانيو انا بقضيه بالبانيو. بابا خلص نحن بنعزمك لعنا تجي على البانيو اوكي؟ لونا دخلي على الحمام واقفلي عليه. اقعد اقعد اقعد. يلا بتقضي هون الاجازه باي باي. يلا خلص. شو هاد؟ شو صار معك؟ انا مشغل تعال 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 افتح المي افتح المي افتح 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 المي خليك بالبانيو خليك ولك اطلع يا ما في مجنون اكثر من جوج غير انت شغل ما تنبهت علي تفرجي هني شوفي هون واو هون دوبو يسع ثيابنا على فكره على الشنطه جايبينا معنا اكيد يا جماعه بعد ما خلصنا هي الجوله اول شغله كثير مبسوطه انه المكان كثير كبير يعني للمونتاج للايديت قعدوا هيك في مكان مريح يعني في بياض رائع بالديزاين يعني انا كثير كثير حبيت كمان شغله ثانيه انه نحن حبينا نصور لكم لانه نحن رح نقضي كل الاجازه يلي بدبي بهيدا البيت اذا الله راد فجهزوا حالكم كل الفيديوهات رح تطلع من هون يعني اوكي هلا بعد ما هدينا وخلصنا هيدا الجنان يلي فقره الجنان يلي عملنا لكم اياها يعني بس شفتنا بالحكي يعني حلو لا توفقنا كثير حلو اوكي فعليا المكان عن جد رائع كل شيء حوالين المحل كل شيء حوالين صندر بجنن غير هيك الديزاين يلي فيه مو طبيعي عن جد ديزاين عالمي يعني كثير 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 مريح نفسيا حتى يعني. يلي عم شوفه وعم بقرا انه صندر اخذين جوائز عالميه بالانتيريور ديزاين يعني التصميم كلياته معمول بطريقه اللي بده ينزل هون تكون كثير كثير مرتاح ومبسوط عرفتوا؟ جاهزين للاجازه يا شباب. اهم شيء وقت اللي جينا نحن وعم نوصل لهون شفت بالمنطقه كافيات وقعدات يعني تاني ما كثير رح تنق علي خدني على اخر انت الدنيا بس هون على البحر ما تاخذني معك عرفتوا انه جد المنطقه اللي حوالين صندر كثير حلوه ومميزه لحتى الواحد يقضي اجازته هون. لما بتكونوا ضيوف بصندر فينكم تحصلوا على اي شيء بدكم اياه بكبسه زرعه فكره. طبعا هذا الشيء لانه في ابلكيشن من صندر اوكي بتنزلوا عندكم مثلا انتم بدكم ليت تشيك اوت بدكم اي خدمه باي وقت 24 ساعه 7 ايام بالاسبوع بكبسه زر تحصلوا عليها. على فكره صندر ما موجودين بس بدبي موجودين اكثر من 35 دوله حول العالم يعني كل ما اروح على دوله اذا الله راد رح نكون بصندر شو رايك 35 مدينه قصدها تعليم 35 مدينه إيه بالعالم هن بفهموا علي ما في داعي تشوف اكثر من 35 مدينه بالعالم وين ما بتروحوا بالعالم في صندر في صندر. اهم شيء من كل هالحكي انه يا جماعه نحن اليوم رح نسبح هونيك انا بدي اروح بسباحه من هون لهون رح يرجع غرقان ما في مجال اوكي جاهز استاذ جوجي بدك تسبح ما رح تسبح شو الوضع اوكي هلا رح فضي كل هدول الشناتي كمان بعدها رح نجهز حالنا لننزل على البحر والمسبح وهيك ونفرجيكم كمان يعني ما خلص الفيديو اوكي ليتس جو يلا اوكي يا جماعه قلت لهم يلا بنجهز حالنا ننزل على البحر وانا عم جهز غرامه بلشت لونا تفرض العده من لون مشان ما ننتج لكم بس عرفتوا رح تشوفوا كل الفيديوهات يعني في مفاجات كثير لقدامك انا خلصت كل شيء علي انت جاهز للسباحه اه جهزت غرفتك ورجينا شو وينك والله ضاعت انا اوه والله يا ابو الجوج اليوم بيضت انت برافو عليك يا ملك على فكره كمان نسينا نقول لكم انه في تيك توكات عم تنزل على الغنيه ففيكم تروحوا تعملوا تيك توك على الغنيه اوكي هلا رح نجهز حالنا نفضي امورنا كلها ونظبط حالنا ولتس على المسبح يا هالبحر نحن قادمون والله لصوتك بنص البحر طول بالك اوكي يا جماعه نحن صرنا جاهزين نازلين على البحر صحيح انه راحت الشمس ما بقى في شمس بس اتس اوكي رح نحاول نسبح عم فكر ناخذكم هلا رحله بالجيم بدون ما نعمل ولا شيء بعدين انا انت يا عزيز اوكي لك هلا وصلنا على الجيم وصلنا على المكان المخصص
لإلي طبعا يلي لؤي ما راح يشوف وشه غير مره واحده. نشوف. شوفوا يا جماعه في كل الالات اللي ممكن تعتازوها. اوكي شايفين هدول التريد ميل وفي محلات للعضلات. يلا باي باي شي. شكرا هات ايدك جيني العضلات عنجد راحوا. يلا يلا ام مامي يلا. ليكو في ساونا كمان. واو يعني نحن بلا ساونا ما بنقدر ما بنقدر. انا كل يوم الصبح لازم اعمل ساونا. يس الساعة 7 إلا ربع نحن نازلين 7 بيتذكروا. تفضل نشوف. طلع بيفتح أكثر من 7. أوكي هلا في قنديلين بحر نازلين على البحر رح فرجيكم. أنا الحوت الحوت. يا معلى قنديل البحر. ليكو قنديل البحر الثاني يمشي قدامي. جوجي شو كيف البحر؟ حلو. من زمان ما؟ ما في سمك. ما في سمك. انت جاي عشان السمك. انت جاي عشان السمك. يلا غطس لي غطسة. 1 2 3 طير. عيوني ملع. يلا. عيوني ملع. واو 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 عن جد من زمان بعد زمان زمان زمان. كيف شايفتي للبحر؟ هي أول مرة من 3 سنين ننزل على البحر يعني تخيلوا الوضع. عرفتي للبحر ولا ما عرفتي؟ لا هو عرفني. دغري. تونين ياي كيف؟ واو. بس تعبوا ملح. تعبوا ملح عيونه؟ تعبوا ملح لأنه البحر حامض بس اليوم مالح. في سمك بالبحر؟ إيه. يا جماعة شوفوا شوفوا يعني عم نسبح وين نحن؟ عند دبي. اي واو كبيرة كثير بإجري. واو ها حسيت سمكة هيك قد انا رايح اطلع تعليم بطلت على الشط اجمل والله عم بمزح. اوكي يا جماعة كثير انبسطنا اليوم بكل شيء الطقس بيشل واخيرا نزلنا على البحر بعد كل هالوقت 3 سنين ما شايفين وشه للبحر. المكان اللي عم نسبح فيه كثير حلو الشط نظيف وبجنن جد فشكرا لسوندر على فكرة على هي الاستضافة الكثير كثير حلوة كثير مميزة. شوفوا كل الفيديوهات هون من هون رح تطلع وكمان شو رح نقول لهم؟ حضروا حالكم على مفاجآت هلا بهالشهر وبشهر أغسطس بتاخد العقل. أكي جماعة جوجي ضاع غرق. لا ليكو جوجي مكيف جوجي. أكي جماعة رح نقول لكم إنه فيديو اليوم خلص وينه تبعه؟ غرق قبل لا ننهي الفيديو إذا أنت جدد على القناة ما تنسوا لايك شير وسبسكرايب كثير. باي 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 باي